اليقين. قال خالد بن معدان رحمه الله وهو أحد التابعين: تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن، تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. وحقيقة اليقين هو استقرار الحق في القلب، استقرار الحق في القلب. فإن العبد إذا استقر الحق في قلبه لم يجد الباطل إليه طريقاً،